استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج استوديو الحدث لهذا اليوم. إلى العناوين: رئاسة مجلس الأمن الدولي يقول إن الصبر ينفد بسبب تعثر الوصول لاتفاق بشأن غزة، وتلوح بإجراءات. السيسي في أنقرة لأول مرة منذ 12 عاما، وتركيا تصدر تعليمات مشددة للإخوان الباقين في اسطنبول. مجلة المجلة تنشر نص اتفاق تركيا مع الدبيبة الذي يمنح أنقرة وصولاً غير مقيد جواً وبحراً. تحديد هوية مشتبهين باغتيال إمبراطور تهريب البشر في ليبيا والتعرف على المركبة والسلاح المستخدمين. قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر إن صبر أعضاء المجلس بدأ ينفد، وأن المجلس سيبحث على الأرجح اتخاذ إجراء لم يتسنى التوصل قريبا إلى وقف للنار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. هناك قلق متزايد في المجلس إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار. أنا متأكد تماما من أنه في سبتمبر سيتعين أن تسير الأمور بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك، ولكن لأنني أعتقد أن الصبر نفذ. يمكن للمجلس أن يثبت أن القرار 27-35 لم يتم تنفيذه، ثم نفكر فيما يمكننا القيام به. هناك العديد من الأدوات المتاحة للمجلس، ولكن للبدء أعتقد أنه سيتعين علينا إثبات أنه يتعين علينا الانتقال من القرار 27-35، لأن المجلس كان ينتظر خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ هذا القرار. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولاً إسرائيلياً أبلغ الوسطاء موافقة تل أبيب على الانسحاب من محور فيلادلفي خلال المرحلة الثانية من صفقة وقف النار. قبل ذلك قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن المقترح بشأن صفقة الرهائن يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان على طول ممر فيلادلفي والمناطق المجاورة له في المرحلة الأولى التي من المفترض أن تستمر 6 أسابيع. ولم يوضح كيربي ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم السماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في مناطق أقل كثافة سكانية على طول الممر، وكانت إسرائيل قد وافقت على الانسحاب من محور فيلادلفي في المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن. فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر موقف الولايات المتحدة التي تعارض الوجود الإسرائيلي في غزة. بالتأكيد يمكن إنقاذ المحتجزين الأحياء، ولقد قامت إسرائيل بذلك، وعلى نفس المنوال أنقذت واشنطن بعض المحتجزين في أماكن أخرى حول العالم، لذا لا ينبغي لنا أن نستبعد ذلك. الجلوس على طاولة المفاوضات هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله استعادة جميع المحتجزين الأحياء، ولقد شددنا على ذلك منذ البداية. لن أعلق على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص محور فيلادلفي. لقد كنا واضحين تماما بشأن موقفنا عندما يتعلق الأمر بغزة، وعندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، عندما يتعلق الأمر في النهاية بحل الدولتين. فعاليتها غيرت المعادلة وتعقيداتها أربكت الحسابات، وبين ظلمتها وتحصيناتها حرمت إسرائيل من حسم المعركة. تقرير للنيويورك تايمز كشف عن تفاجؤ الجيش الإسرائيلي بمترو غزة، إشارة لأنفاق حماس بسبب تعقيداتها وتشعباتها والتي طورتها الحركة كجزء من خطة حرب تحت الأرض، مؤكداً أي الجيش الإسرائيلي أن استراتيجية حماس في إدارة أنفاقها فرضت عليه حرباً، حرب فوق الأرض وأخرى
تحتها. وبحسب وثائق حماس حصلت عليها الصحيفة، فإن الحركة حصنت أنفاقها بأبواب مضادة لانفجار قنابل وصواريخ إسرائيل بتكلفة وصلت على 225,000 دولار. ولم تكتفي حماس بتحصين أنفاقها، بل عمدت إلى زيادة عمق بعضها، وهو ما ظهر في اكتشاف الجيش الإسرائيلي نفقا بعمق 76 مترا تحت الأرض، أي بارتفاع مبنى مكون من 25 طابقا والذي استغرق تدميره أشهرا. واعتبرت أيضا الصحيفة أن حماس استخدمت استراتيجية من التكتيكات السرية في إدارة أنفاقها، والتي قسمتها لنوعين: الأول بدائي مظلم يستخدم لشن الهجمات السريعة والخاطفة ولا يتسع سوى لمرور مقاتل واحد فقط، وكلف حماس نحو 300,000 دولار. أما الثاني فهو عبارة عن مراكز قيادة وسيطرة، ولكن هذه المراكز متطورة، أو كما وصفتها الصحيفة شرايين تربط مصانع الأسلحة تحت الأرض بمنشآت التخزين، ما يخفي البنية التحتية العسكرية لحماس بالكامل. وفي بعض الحالات استخدمت حماس الألواح الشمسية المثبتة على أسطح المنازل الخاصة لتوفير الطاقة تحت الأرض. ووفقا للنيويورك تايمز، فإن أنفاق حماس ساهمت بإطالة أمد الحرب، خاصة مع اعتماد مداخل الأنفاق المموهة، وأن الجيش الإسرائيلي قد يستغرق سنوات لتدمير شبكة الأنفاق بأكملها. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن تشكيل قوة فلسطينية تدربها الولايات المتحدة هو الترتيب الأكثر ترجيحا لتأمين الحدود بين غزة ومصر في حال التوصل لاتفاق. وأوضحت الصحيفة أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إبقاء قوات على شريط ضيق من الأرض على طول الحدود بين غزة ومصر هو العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حماس. لمتابعة هذه التطورات من القاهرة ينضم إلينا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، ومن القاهرة أيضا معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة خيمر أبو سعدة. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك دكتور عماد. عندما يأتي التلويح من مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إن لم يتم الاتفاق أو الوصول إلى وقف الإطلاق النار في غزة، هل هناك توقع أو تأمل كبير بأن تكون إجراءات رادعة فعلا لإسرائيل، وما هي؟ صباح الخير أستاذة تهاني، وصباح الخير للدكتور مخيمر. أتصور أن إسرائيل هي الاستثناء الوحيد من صدور قرارات عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. الفصل السابع يعني إلزامية تنفيذ القرار بما بكل الأدوات الممكنة، بالحصار، بالعقوبات، ثم بالقوة المسلحة. وبالتالي هذه النوعية من القرارات صدرت بحق دول عديدة مثل العراق،
لكن لم تصدر إطلاقا منذ سنة 48، لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن منذ إنشاء إسرائيل بموجب الفصل السابع. أيضا حينما تكون هناك قرارات ليس لها القوة التنفيذية الذاتية بموجب الفصل السابع، عادة ما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو، وحتى لو مررت قرار من القرارات من ينفذه؟ الذي ينفذ القرارات هي القوى الكبرى في العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. ربما يكون مثل هذا الأمر محاولة للضغط على نتنياهو أو ما شابه ذلك، لكن لا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية مهما بلغت درجة الخلاف مع إسرائيل أو مع نتنياهو يمكن أن تسمح بمرور قرار بموجب الفصل السابع أو مرور قرار يمكن أن ينفذ لاحقا. وحضرتك عارفة عندنا عشرات القرارات، على الأقل بعد 67 عندنا 242، بعد 73 عندنا 343. كل هذه القرارات لم تنفذ لأن الطرف الذي يمكن أن ينفذ هو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب سأذهب أيضا إلى دكتور مخيمر. دكتور مخيمر، بداية عندما يتحدث جون كيربي ويقول تمكنا من تضييق الفجوات بشأن صفقة غزة، يتحدث عن أي فجوات وما هو المتوقع من رد السنوار على أي صفقة تطرح حتى وإن كانت معدلة؟ عزيزتي تهاني، يعني شكرا على الاستضافة وتحياتي للدكتور عماد جاد. أنا بعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت يعني تبث آمالا على مدار عدة أسابيع بدون ضغط حقيقي على نتنياهو أو على إسرائيل لإجراء أي اختراق حقيقي في ملف وقف إطلاق النار. دعيني هنا أشير إلى مسألة أن هذا الأمل الذي تبثه الإدارة الأمريكية له علاقة عمليا بموضوع الانتخابات الأمريكية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار قد يفيد الحزب الديمقراطي ومرشحة الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات. ولكن على أرض الواقع الكل يعرف بأن هناك مشكلة في الشروط التي وضعها نتنياهو، وخاصة التي أكد عليها في المؤتمر الصحفي قبل يومين عندما أكد بأن إسرائيل لن تخلي محور فيلادلفيا، وأنه يعني موضوع محور فيلادلفيا بات هو مسألة أمن قومي لإسرائيل وأنه لن يتم التخلي عنه. ولكنه تراجع. مسألة يعني الحديث هو تراجع عن محور فيلادلفيا. يعني التراجع له علاقة. نعم. تفضل. يعني ما سمعت أنه هناك يعني بعض المصادر الإسرائيلية وخاصة في وفد التفاوض الإسرائيلي يقولون بأنه هناك قبول إسرائيلي لفكرة الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية، ولكن التخوف لدى حماس بأنه لن يكون هناك مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار، بمعنى أنه إذا كان هناك من الصعب الآن التوصل لتطبيق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر لمدة 6 أسابيع ويتم فيها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المدنيين من النساء والأطفال والرجال يعني المسنين، وعندما يتم الذهاب إلى المرحلة الثانية من الصفقة وهي التي تتعلق بالجنود الإسرائيليين، قد يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق في المرحلة الثانية، وبالتالي التخوف هو عمليا الموافقة على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى، وأنه سيكون هناك من الصعب عمليا إلزام إسرائيل مستقبلا في تنفيذ الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية، خاصة وأن يعني أننا قد اقتربنا فعليا من موعد الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر، وقد يكون المرشح الجمهوري دونالد ترامب هو أحد الفائزين في هذه الانتخابات، وبالتالي يعول نتنياهو على وجود يعني صديق له في البيت الأبيض الذي من الممكن ألا يضغط بالمطلق على نتنياهو وعلى إسرائيل لتنفيذ الجزء الثاني أو الشق الثاني
أو المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وبالتالي لا أعتقد أن حماس يمكن أن تقبل إن لم يكن هناك ضمانات أمريكية مكتوبة ومن الوسطاء بضرورة انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا في نهاية الأمر. نعم دكتور عماد، يعني لم نعرج سابقا بسبب عدم وجود ضيف مصري يتحدث في هذا الجانب. إسرائيل كانت تتهم مصر بشكل غير مباشر، يعني كما قال نتنياهو في ظهوره الأخير بأنه تهريب السلاح يأتي من مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والرئيس أيضا محمد مرسي ويستمر إلى الآن، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف يمكن أن تتعاطى مصر مع هذه الاتهامات في الوقت الذي ما يجري الآن على محور فيلادلفيا هو يسبب حرج في اتفاقية السلام؟ يعني مصر حتى الآن لم تأخذ موقف بسبب هذا الخرق الواضح من جانب إسرائيل للاتفاقية. يعني مصر في الحقيقة لو نظرنا لموقفها من الناحية الدبلوماسية والسياسية هي في مأزق شديد. هي تتمنى الدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة ووقف العدوان ووقف إسالة الدماء. في نفس الوقت أستاذة تهاني، حتى نكون واقعيين، علاقتها بحماس ليست على ما يرام منذ 2011 ومنذ ما قبل ذلك، لكنها يعني تبتلع كل هذه المواقف بمرارة شديدة دفاعا عن الشعب الفلسطيني ووقفا للعدوان. نقطة ثانية، أن نتنياهو نجح، وخلينا أؤكد على كلمة نجح، في تحويل مصر من وسيط يضغط على الطرفين إلى طرف مشتبك مع إسرائيل، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي عرض مداخل أنفاق داخل قطاع غزة كويس، لكن لم يعرض لنا الفتحة الأخرى داخل سيناء. يعني لو كانوا جادين في هذا الأمر، هي أنفاق غير عاملة، لأن مصر بعد 2014 أغلقت كل الأنفاق، وبالتالي فعلا ربما كانت هناك في فترة محمد مرسي عملية تهريب للسلاح باعتبار حماس جزء من جماعة الإخوان المسلمين. لكن مصر عانت من دوت لمدة أكثر من 5 سنين في شمال سيناء، عانينا من تهريب السلاح، وتم ضبط كميات ضخمة من رشاش عوزي الإسرائيلي الصناعة الذي يباع في السوق السوداء هناك. اللي أنا عايز أقوله أن أغلقت كل الأنفاق من ناحية مصر، ومصر هدت حوالي 5 كيلو من المنازل على حدود رفح ورجعت الحدود، لأن بعض الأنفاق كانت بتخرج داخل المنازل. الجانب الإسرائيلي عرض لنا نفق ارتفاعه 3 متر وحط مدرعة في المدخل. طب هات إعلام ومشيها، خليها تطلع من ناحية تانية من ناحية سيناء. فهو بيستخدم هذه الحجج لكي ينتهك البند الأمني في معاهدة السلام، لأن المحور طوله 220 كيلو منه 14 مع غزة، وبالتالي المفترض أنه أي تواجد لقوات إسرائيلية زيادة عن المنصوص عليها في الملحق الأمني في معاهدة السلام يتم بالاتفاق. لكن إسرائيل فرضته كحكم أمر واقع، ونجحت في أنها توتر العلاقات مع مصر، ونجحت في أنها تحول مصر من وسيط إلى طرف مشتبك في هذا الخلاف. دكتور مخيمر، عندما يتحدث مسؤول أمريكي عن قوة فلسطينية مدربة أمريكيا لأن تتواجد أو تمسك الحدود ما بين مصر وغزة أو فلسطين، ماذا يعني هذا الكلام؟ وهل بدأ العمل عليه فعلا؟ ومتى نتوقع أن تخرج هذه القوة؟ يعني هذا سؤال مهم. دعيني هنا أشير إلى أنه يعني أكثر من مسؤول أمني أمريكي قام بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربي، وخاصة قوات حرس الرئيس التي تم تدريبها منذ العام 2007 بعد أن حصل الانقسام الفلسطيني، وباتت هذه القوات يعني لديها الإمكانيات والقدرات بشكل جيد لإحباط أي محاولات لمهاجمة يعني الإسرائيليين. الآن عندما يدور الحديث عن إنشاء قوة فلسطينية مدربة أمريكيا على طول خط فيلادلفيا، يعني أولا هذا لن يحدث بدون موافقة حماس أولا، التي لا زالت هي من يحكم فعليا في قطاع غزة. صحيح أن حماس باتت
ضعيفة عسكريا وباتت منهكة إلى حد ما، ولكن لا زالت حتى اللحظة الكلمة الفصل في هذا الموضوع لحركة حماس حتى الآن. صحيح أن نتنياهو يتحدث عن إمكانية هزيمة حماس والقضاء على حماس، ولكن يبدو أن هذا هدفا بعيد المنال. ومن ناحية أخرى يعني كذلك بعتقد أنه يجب موافقة مصر. منطقة الحدود الفلسطينية المصرية هي كما قالت الرئاسة الفلسطينية هي حدود سيادية فلسطينية مصرية، وبالتالي أي تواجد لقوة أمنية فلسطينية على الحدود أعتقد أنه يجب أن يتم كذلك بموافقة مصرية. وأعتقد أن هناك مشكلة عندما يتم الحديث عن وجود قوة فلسطينية مدربة أمريكيا، هذا يعني عمليا عدم الثقة بقوات الأمن المصرية الموجودة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وبالتالي يعني أعتقد أنه هذا يعني قد يكون هذا هو حل وسط أو مبادرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من عنق الزجاجة بعد الشروط التي وضعها نتنياهو على موضوع فيلادلفيا والاتهامات بتهريب السلاح، علما بأن معظم السلاح الموجود في الضفة الغربية جزء منه هو سلاح إسرائيلي تم تهريبه من إسرائيل إلى قطاع غزة، وجزء آخر يأتي من خلال البحر. ولكن دائما يحاول نتنياهو وضع اللوم وإيجاد مبررات لعدم الذهاب إلى صفقة وعدم الذهاب إلى وقف إطلاق نار مع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. دكتور مخيمر، طيب الحديث الآن عن قوة فلسطينية مدربة عسكريا من الجانب الأمريكي، يعني كما ذكرت هو لمحاولة الخروج من عنق الزجاجة، ولكنه سيسبب أرق واستمرار في التراخي الإسرائيلي من الانسحاب من المحور. لماذا لا يتفقون على وجود قوات دولية؟ لماذا لا توجد ثقة على الأقل في القوات الدولية إذا كان الأمر يعني مستبعد من وجود مصر أو قوات مصرية على المحور؟ يعني هذه فكرة جيدة، ولكن صحيح مثلا هناك القوات اليونيفيل الدولية الموجودة على طول الحدود الشمالية في إسرائيل وجنوب لبنان، ولكن بعد يعني بعد هذا الوقت الطويل من وجود قوات اليونيفيل مثلا لم تقم بمنع أي هجمات إسرائيلية على لبنان، أو لم تقم بمنع هجمات من حزب الله تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. ولذلك يعني وجود قوات دولية لا أعتقد أنه سيمنع توتر بين يعني في المستقبل، ولكن على أي حال قد تكون هذه خطوة، ولكن في نهاية الأمر كذلك أي وجود لقوات دولية على طول الحدود هو بحاجة لموافقة مصرية فلسطينية، لأنه كما قلت هذه منطقة الحدود هي منطقة حدود سيادية للطرفين. ولكن في نهاية الأمر يجب أن نقتنع بأن نتنياهو لديه النية للذهاب لوقف إطلاق نار. من الواضح كما قال بالأمس يعني عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانس وغادي أيزنكوت، هم قالوا بشكل واضح أن نتنياهو يبحث عن مبررات لإطالة أمد الحرب، لأن هذا يخدم مصالحه ومواقعه السياسية، وهو غير مهتم أصلا بالتوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار مع حركة حماس. شكرا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة، وأيضا من القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جد. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا السيسي إلى أنقرة في أول زيارة رسمية له منذ توليه الحكم. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين ما فيش، أكل يكفي كل النازحين ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا.
مش عارفين ايش نعمل. يا علي دخيل الله موقف الحرب يا علي. اوقفوها تعبنا والله تعبنا. في صمت الاشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. من جديد، يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة أنقرة اليوم في أول زيارة رسمية له منذ توليه الحكم، يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى. ومن المقرر أن يجري السيسي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العلاقات الثنائية وملف حرب غزة والملفات الإقليمية الأخرى. كما من المتوقع أن يوقع الطرفان نحو 20 اتفاقية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة بحسب الإعلام التركي. مشاهدينا، زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولى إلى أنقرة محملة بالملفات الإقليمية والاتفاقات الاستراتيجية بين البلدين. والاستعداد التركي لاستقبال السيسي لم يقتصر على مراسم البروتوكول الرئاسي فقط، بل صاحبه تعليمات مشددة من سلطات البلاد لجبهة اسطنبول الإخوانية في تركيا. وشددت التعليمات على عدم التعرض لزيارة السيسي أو انتقادها على فضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول أو حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي، متواعدة المخالفين لتعليماتها بالترحيل من تركيا. الإجراءات التركية هنا تدخل في إطار الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي عادت بعد قطيعة استمرت 11 عاما. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار مصر في فبراير الماضي، ووقع مع السيسي إعلانا مشتركا حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين. كما رفعت وزارتا الخارجية المصرية والتركية التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين إلى مستوى السفراء لإعادة العلاقات إلى طبيعتها. وبحسب الإعلام التركي، فإن هذه الزيارة للسيسي تهدف إلى توقيع اتفاقيات ترفع حجم التجارة بين الدولتين البالغة 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. وتتضمن الاتفاقيات أيضا تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة الدفاعية والطاقة، لا سيما بمجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والمتجددة. لمناقشة كل هذه التفاصيل، أهمية الزيارة وتوقيتها، من القاهرة ينضم إلينا كرم سعيد، نائب مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وأيضا معنا من اسطنبول المحلل السياسي أوكتاي يلماز. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك من القاهرة. من القاهرة ضيفي سيد كرم، أهمية هذه الزيارة ولماذا هذا التوقيت الآن؟ لماذا لم تكن سابقة وهناك دعوات متكررة من جانب تركيا لعودة العلاقات مع مصر؟ يعني أنا بتقديري أن هذه الزيارة بتحمل أهمية استثنائية، كونها بتعبر عن التطور المتزايد في حجم العلاقات المصرية التركية، وبالإضافة إلى أنها بتأتي في سياق إقليمي مضطرب ومعقد، استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى يعني سخونة الجبهة اللبنانية ما بين حزب الله وإسرائيل، بالإضافة طبعا إلى التقاطعات في المصالح المشتركة في مناطق إقليمية مختلفة تجمع مصر وتركيا. أنا أتصور أن هذه الزيارة بتحمل أو ستركز على عدد من الملفات الرئيسية في الصدارة، منها تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في الشق الاقتصادي، لا سيما أن هناك رغبة مشتركة لدفع المبادلات التجارية وزيادتها وفقا للتقديرات من 10 إلى
15 مليار دولار. أيضا البعد الدفاعي حاضر في هذه الزيارة، وهناك يعني رغبة تركية في تعزيز تعاون مشترك مع القاهرة في إنتاج المسيرات على الأراضي المصرية، بالإضافة طبعا إلى ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا الملف مهم ومحوري في العلاقة. وتركيا في الحقيقة سمنت المواقف المصرية فيما يتعلق بالحرب على غزة، بدءا من يعني تسمين السياسات المصرية في التصدي لمحاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة. اتفضل كمل. بالإضافة طبعا إلى يعني تعزيز جهود الإغاثة المصرية لسكان القطاع، وبالتالي هناك يعني دعم تركي لافت للمواقف المصرية تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن ضمنها تعزيز أو دعم الوساطة التي تقوم بها القاهرة وقطر في والمفاوضات ما بين إسرائيل وحماس. نعم، سأنتقل إلى الجانب التركي. سيد أوكتاي أهلا بك معنا، كيف يمكن لهذه الزيارة أن تكون نقطة تحول حقيقية للعلاقات، ليس على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى السياسي أيضا من الجانب التركي ودعمها لملف الإخوان المسلمين؟ تحية طيبة. نعم، بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها، هذه الزيارة تأتي لترسيخ العلاقات التركية المصرية وتعميقها وتكثيفها ورفع مستواها إلى المستويات العالية. حقيقة الآن يعني نستطيع أن نتحدث عن أن العلاقات طبيعية بين الجانبين، وهناك جوانب كثيرة جدا تتم بحثها في هذه الزيارة وفي هذه القمة، كتقييم العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا المنطقة الحساسة جدا، لأن الزيارة تأتي في وقت وظرف حساس جدا الذي يمر منها المنطقة، الحرب في غزة وإمكانية توسع هذه الاستطامات وما إلى ذلك. هناك مصالح اهتمام مشترك ومصالح مشتركة تركية مصرية، اهتمام مشترك حول السودان، الحرب في السودان، حول الوضع في إثيوبيا أو الوضع في ليبيا والوضع في سوريا والعراق وما إلى ذلك. يعني ستكون جدول الأعمال والمباحثات طويلة وعميقة جدا بين الجانبين. بالنسبة للإخوان، أعتقد يعني كما ألاحظ تم تحديد وتقييد الأنشطة التي من شأنها إزعاج الحكومة المصرية منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها. لا توجد نشاط ضد المصالح المصرية، ولن تسمح أنقرة لمثل هذه الأنشطة. قد تكون هناك وجود لبعض الأنشطة الإعلامية، لكن تبقى في إطار المحدود غير مؤثرة على سير العلاقات بين التركية المصرية. من البداية كان يجب عدم السماح لإضرار أي جانب أو لأي نشاط من شأنه إضرار العلاقات بين الجانبين. يعني نعم، أستطيع أن أقول أنه تم تجاوز هذه المسألة، وإذا كانت هناك بعض الخلافات ربما هذا من اختلاف أو تباين الرؤية. تركيا أنقرة قد تنظر لبعض المسائل أو الملفات على أنها قضايا إنسانية، قد تعتبرها مصر غير ذلك، ولكن بشكل المؤكد هو عدم السماح لأي أنشطة لأي جهة كانت من شأنها الإضرار بالعلاقات التركية المصرية أو التركية والعربية. ولكن هذا لا يؤثر على فكرة وتوجه حزب العدالة والتنمية في تركيا؟ يعني لا نستطيع بحث يعني توجه وفكرة
وإيديولوجية حزب العدالة هو التنمية. يعني الحزب لم يغير إيديولوجيتها، هناك يعني أو من البداية الحزب لا يصف نفسها أنه حزب إسلامي أو إسلامي سياسي، بل يصف نفسه حزب محافظ يهتم بالقيم وكما يهتم بالتنمية والعدالة وما إلى ذلك. هذا شيء آخر، هذه قضية. بس اسمح لي أنا يعني فقط قضية أخرى، ولكن هناك قرار، هناك إدراك. فقط أكمل جملتي. ولا هذا شيء آخر، هناك يعني هناك لا توجد جناح واحد في حزب العدالة والتنمية، هناك إسلاميون، هناك محافظين، هناك قوميين وليبراليون حتى ما زالوا موجودين، ولكن المهم هناك قرار وإدراك هو عدم السماح لأي الاعتبار الإيديولوجي أو الجماعة جماعة ما أو جهة ما الإضرار ب بمصالح التركية نعم. الوطنية أو الإضرار بالعلاقات التركية المصرية أو التركية العربية. هذا هو القرار للدولة التركية، والإدارة أعتقد ملتزمة لهذا التوجه نعم. لهذا الإدراك والقرار نعم. طيب حضرتك جاوبت على السؤال اللي أنا كنت حابة أسأله على فكرة من ضمن إجابتك سيد كرم. الآن مصر كان لها بعض الملفات والمطالبات، يعني اللي بعض الأسماء التي تطالب بتسليمها إلى مصر من جانب تركيا، وكان هناك رفض تركي. هل هذه الأمور بجانب الملفات الاقتصادية ممكن أن تناقش في هذه الزيارة حتى وإن لم يكن ذلك معلنا حتى هذه اللحظة؟ يعني أنا في تقديري نعم، يعني أولا تركيا ذهبت بعيدا في استثمار جماعات الإسلام السياسي لتعزيز نفوذها في الإقليم ومحاولة توظيف هذه الأوراق في وقت من الأوقات لتحقيق مصالح براغماتية، لكن عندما أدركت أن هذه الجماعات أو هذه التيارات لم يعد لها وجود أو لم يعد لها تأثير في دول الإقليم تقلت هي خلايا نائمة عنها، يعني في تقارير تقول علاقة هي في تقارير أو علاقة هي خلايا نائمة أو جمدت يعني هذه جمدت هذه الأوراق. لكن فيما يتعلق بالعلاقة مع مصر، أتصور أن مصر في الرؤية التركية دولة إقليمية كبيرة ودولة وازنة، وهناك إدراك تركي أنه لا يمكن تحقيق المصالح التركية في الإقليم بعيدا عن الترتيبات والتفاهمات مع مصر باعتبارها دولة محورية ودولة إقليمية وازنة في المنطقة. وبالتالي في هذا السياق يمكن فهم الإجراءات التي اتخذتها تركيا طوال السنوات الماضية، بدءا بتجميد بعض المنصات الفضائية التي كانت تبث من إسطنبول وترحيل بعضها وسحب الجنسية من بعض العناصر الموجودة في تركيا عشية زيارة الرئيس، عشية عودة الرئيس التركي من زيارته للقاهرة في فبراير الماضي. وبالتالي أنا أتصور أن تركيا بتعي وتدرك في هذا التوقيت أن جملة المصالح الكبيرة مع القاهرة بتدفعها لضرورة تأمين والحفاظ على هذه المصالح المتشعبة والمتنوعة والكبيرة، والتي لا تقتصر فقط على المجال الاقتصادي، وإنما هناك يعني مصالح سياسية ومصالح كبيرة. أنا أسفة بس عشان الوقت أحاول أني أغطي كافة المحاور. الآن سيكون هناك توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة في عدد كبير من المجالات، هل ضمن هذا الاتفاق سيكون نقل هذه الصناعات إلى مصر ليستفيد الاقتصاد المصري؟ ستنقل هذه التجارب إلى مصر؟ لأن تركيا اقتصاديا يعني تركيا تقريبا تنتج كل شيء، ولكن مصر تستورد أغلب الأشياء، يعني أغلب المستهلكات تستوردها مصر. هل سيكون هناك نقل التجربة التركية الصناعية في مصر؟ الحقيقة أن يعني التعاون الاقتصادي لا يقتصر على فقرة نقل الخبرات المتبادلة بقدر ما هو تعزيز التعاون والمشترك في مجالات متعددة. يعني تركيا مهتمة بالأساس بالاستثمار في مصر، ورجال الأعمال الأتراك مهتمين بتعزيز استثماراتهم في مصر تقدر ب 2.5 مليار دولار، باعتبار أن مصر بيئة حاضنة للاستثمارات الأجنبية. وفي ظل الإجراءات الجديدة لتعظيم وتعزيز الاستثمارات الخارجية في القاهرة، أثر أن هناك بيئة محفزة في مصر تجذب رجال الأعمال الأتراك. والحكومة التركية ليس فقط لنقل الخبرات، وإنما للاستفادة من التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات متعددة. يعني هناك برامج اقتصادية، برامج ثقافية وتعليمية تستفيد منها تركيا من القاهرة، هناك
برامج في بعض الصناعات الدفاعية. يعني هناك مصالح مشتركة وبرامج مشتركة كل طرف يسعى للاستفادة منها بشكل أو بآخر. طيب سأنتقل بسؤالي الأخير إلى سيد أوكتاي. يعني على ما يبدو بأنه تركيا الآن تتجه لدول الجوار بأن يكون صفر مشاكل مع دول الجوار، وهذه كانت استراتيجية مختلفة سابقا لدى تركيا. لماذا الآن صفر مشاكل مع دول الجوار؟ لا أتحدث فقط عن مصر، أيضا سيكون لدينا ملف لمناقشته فيما يخص سوريا وحرص تركيا على عودة العلاقات أيضا مع سوريا. تركيا كانت تنهج سياسة صفر المشاكل ونجحت إلى حد كبير، وتم تحسين علاقات مع جميع الدول الجوار إلى حد كبير، خاصة مع سوريا تطورت العلاقات بشكل سريع ووصلت إلى ذروتها في تلك الفترة. ولكن يعني حصلت في المنطقة تطورات وتغيرات أثرت على السياسة التركية، ويعني نحن ننتقد كذلك زج تركيا بمثل هذه الأحداث، أحداث المنطقة تأثرت بشكل ما رغبة أو دون الرغبة، وحصلت ما حصل من التوترات مع بعض الدول الجوار مع دول المنطقة. ولكن هذه السياسة وهذا النهج لم تنفع تركيا بشيء، بل أضرت بمصالحها الوطنية إلى حد كبير جدا. تركيا تضررت من هذا النهج أو سلوك بهذا الاتجاه، وهناك إدراك من ليس جديدا يعني تفضيل المصالح الوطنية والمصالح المشتركة مع الدول الجوار على الاعتبارات الأخرى، والاهتمام بالعلاقات ليست فقط مع الشعوب أو الجماعات بل مع الحكومات يعني. ولذلك تركيا مهتم جدا بتحسين وتطوير علاقتها مع جميع الدول، ولكن صفر المشاكل شيء آخر، يحتاج إلى رغبة متبادلة. قد لا تكون صفر المشاكل، يعني صفر المشاكل تحتاج إلى الرغبة المتبادلة، ولكن المهم هو تفضيل المصالح الوطنية على الاعتبارات الأخرى، خاصة الاعتبارات الإيديولوجية الضيقة. نعم، شكرا جزيلا من اسطنبول المحلل السياسي أوكتاي يلماز، وأيضا من القاهرة كرم سعيد نائب مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. تعيش مدينة توكر بولاية البحر الأحمر كارثة إنسانية بسبب استمرار تدفق السيول والفيضانات إليها، وشيعت المدينة نحو 25 شخصا راحوا ضحايا السيول التي داهمت المدينة منذ أيام، ورصدت الحدث أوضاعا صعبة للسكان في ظل وعورة الطريق المؤدي إليها. هذه هي توكر، المدينة السودانية العريقة في ولاية البحر الأحمر، والتي حولتها السيول إلى جزيرة معزولة، وإلى مشهد بائس حزين دمر فيه الأخضر واليابس. تبدلت الحياة إلى عكسها كما يقول أهلها، فمن الحياة إلى الموت أو في انتظاره. جرفت السيول شباباً ونساءً وأطفالاً، وجعلت العديد منهم ينتقلون إلى أماكن مرتفعة في العراء بلا أسرة أو غذاء. الناس دي التعليم بملابسهم يا جماعة، زول طلب عفش ما في، والناس دي اتدمرت، وحتى في الإشواعي في ناس يعني متضررين. نحن دايرين تدخل يا جماعة، ما في زول تدخل معنا. الآن الأوبئة كلها منتشرة بين الأطفال والتاني، دايرين تدخل عاجل، وحتى الأطفال دخل فيهم الرعب الخوف. نحن من اليوم الأول للثاني ندفن في الجثث، يعني الناس دي كلها يمكن الأطفال حقنا دي شاهدت مشاهد ذات ما يعني لحد حصل يعني مؤثر في نفسياتهم. والقادمون إلى توكر والمتجولون بداخلها سيعانون بلا شك، فرغم إصلاح بعض الطرق وانخفاض مناسيب السيول عما كانت عليه قبل أيام، إلا أن التحرك لابد أن يكون سيرا على الأقدام داخل السيول أو على متن آليات زراعية.
حملت السيول والفيضانات معظم مدن السودان ومنها توكر إلى كارثة حقيقية، كشفت كيف أصبح المواطن ضحية لعوامل طبيعية والانهيار بيئته التحتية، فبات يتنقل من معاناة لأخرى أسوأ منها. السلع داخل المدينة أوشكت على النفاد حسب ما ذكر التجار الذين لم يرفعوا الأسعار رغم ندرتها على الأقل حتى الآن. الحياة الفيعة استقطع، والشارع إذا ما فتح طبعا الناس بعد شيء ما تلقى الدقيق عشان تعمل العيش والسكر والبضاعة تغلى، يعني تبقى ما في السلع ذاته. في توكر الصورة تغني عن الوصف والكلام، آثار الطوفان الذي داهم المدينة في أي بقعة ومكان، لمسة الحزن واضحة على السكان، فالفيضان لم يتوقف ولا معالجات كبيرة حتى الآن. لينا يعقوب، الحدث، مدينة توكر، ولاية البحر الأحمر. استديو الحدث مستمر وفيه أيضاً. البرلمان العراقي يدرس إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تسمح زواج القاصرات. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين، ما فيش أكل يكفي كل النازحين، ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا. مش عارفين ايش نعمل، يا علي دخيل الله موقف العرب، يا علي. اوقفوها، تعبنا والله تعبنا. من جديد، يدرس البرلمان العراقي إدخال تغييرات قانونية مثيرة للجدل من شأنها أن تسمح للسلطات الدينية بالفصل في المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية. تتركز أبرز الخلافات بشأن التعديلات حول قضايا سن الزواج للإناث، الأمر الذي قد يسمح بزواج القاصرات وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط طائفيا، وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال. وقد احتجت جماعات نسائية ناشطة ونظمت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات في منطقة البرلمان إلى جانب النواب الذين يعارضون تلك التعديلات. احنا مجموعة منظمات مجتمع مدني رافضين تعديل المادة 57 وبشدة. اليوم مجلس النواب العراقي وظيفته تشريع قوانين ترفع من مستوى المجتمع، ترفع من مستوى البلد، تثقف المجتمع. نحن بحاجة إلى تشريع قوانين تخدم المرأة، تخدم المجتمع، تخدم الطفل، تخدم الأسر العراقية. قانون مناهضة العنف، اتفاقية حقوق الطفل، قانون حقوق الإنسان، قانون المخدرات، هاي كلها احنا نحتاجها. لماذا يردون يعدلون القانون اللي مستقر البلد عليه أكثر من 60 سنة؟ قانون التعديل أحوال الشخصية من القوانين الجدلية، فيها كثير من اللغط، تتقاطع مع مدنية البلد. كان هنالك نقاط خلافية، حاول الكثير من الكتل السياسية والنواب التقليل من هذه النقاط الخلافية.
مشاهدينا، أثار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 جدلا واسعا في العراق. فأبرز الخلافات بشأن التعديلات تمحورت حول قضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المذهبي المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال. قانون الأحوال الشخصية الحالي يحدد سن الزواج للفتيات ب18 عاماً كحد أدنى، لكن التعديلات المنتظرة من شأنها أن تمنح السلطات الدينية كرجال الدين والدعاء صلاحيات في مسائل تتعلق بقانون الأحوال الشخصية كالسماح بزواج الفتيات في سن 9. كما ستتيح هذه التعديلات للعراقيين أيضاً خيار الاختيار بين القانون المدني أو البيت أو الديني للبت في أمور الأحوال الشخصية. وتدعم الفصائل السياسية ذات الصبغة الدينية هذه التعديلات بذريعة الدفاع عن الأسر في مواجهة التأثيرات الغربية. لمناقشة هذا الموضوع مناقشه هذا الموضوع من بغداد تنضم الينا الدكتوره نداء الكعبي رئيسه منظمه التاهيل النسوي. اهلا بك معنا دكتوره نداء. ما اولا تعليقكم على الاجراءات المتخذه في البرلمان بحق الاسر والنساء، وما هو دوركم في عمليه التوعيه؟ نعم، حياكم الله، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام جميعا. حقيقة هذه الفترة هنالك لغط كبير ومشاكل سواء في الإعلام أو في مجلس النواب أو في المجتمع العراقي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية. وهذه التعديلات حقيقة هنالك مشاكل كبيرة ولغط حول هذه التعديلات. للأسف لحد الآن لم تصل المدونات الحقيقية التي يراد بها التعديلات، لذلك البعض يقول هنالك مشاكل، يعني البعض منها حول قضية قانون الزواج بالنسبة للقاصرات، وهنالك قضية الإرث، وهنالك قضايا كبيرة متعلقة بالقانون. يعني تعرفين حضرتك قانون الأحوال الشخصية يعني قانون يتعلق بالأسرة، يتعلق بالمواطن العراقي سواء امرأة أو رجل. يعني البعض يأخذ القانون أنه هو إجحاف للمرأة وإجحاف بحق المرأة. هو القانون مو فقط للمرأة، هو القانون لكل أفراد المجتمع العراقي، قانون الأحوال الشخصية. هذا القانون يعني تعديلات طفيفة وكبيرة اليوم على القانون. لذلك يعني إحنا اليوم كناشطين كمجتمع مدني نطالب أن نحصل على هذه المدونات. لحد الآن لم يتم الحصول أو قراءة المدونات اللي سوف يتم تقديمها إلى الوقفين الشيعي والسني. وهذه التعديلات البعض هسه وصلتنا من مجلس النواب من الإعلام حول أنه قضية الزواج، وهذا الموضوع اللي أثارته وسائل الإعلام حول قضية زواج القاصرات. هي المشكلة مو فقط بالزواج، المشكلة أنه قضية الإرث مثلا على سبيل المثال، أنه قضية الإرث أنه الزوجة ما ترث يعني الأراضي أو العقارات، إنما تعوض بأموال. يعني هذه حسب ما وصلت لنا، لكن كاطلاع على المدونات لحد الآن لم يتم الاطلاع على المدونتين التي سوف تعرض على الوقف الشيعي والوقف السني لكي يتم إقرارها واعتمادها.
مجلس النواب يعني يفترض أنه كان يوم أمس يقرأ القراءة الثانية يعني لتعديل هذا القانون، لكن المشكلة أنه يتم تداولها الآن في المجتمع، نعم، في المجالس، في، نعم، الجلسات، في الندوات حول قضية الزواج، الزواج، زواج القاصرات. احنا عندنا مشكلة في المجتمع العراقي، وهذه مشكلة مو الآن متعلقة، نعم، بالقانون. احنا عندنا طبعا زواج للقاصرات، زواج، نعم، للفتيات، وهذه، نعم، أصبحت يعني أقل 18 سنة، هذه أصبحت مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع العراقي، نعم، وهي قضية زواج القاصرات. هذا زواج القاصرات مو متعلق الآن فقط بالقانون، نعم، احنا سابقا طبعا احنا بالقانون الحالي، نعم، اللي هو قانون 59، نعم، أنا انتهى وقت البرنامج. أنا جدا أشكرك، يعني كنت أتمنى أن أكمل معك، ولكن شكرا جزيلا من بغداد الدكتورة نداء الكعبي، رئيسة منظمة التأهيل النسوي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بعد قليل الساعة الثانية. الدقة، الموضوعية، والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الانتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم سريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى
شاهدة على المكان والزمان والإنسان. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من استوديو الحدث إلى العناوين. رئاسة مجلس الأمن الدولي يقول إن الصبر ينفد بسبب تعثر الوصول لاتفاق بشأن غزة وتلوح بإجراءات. السيسي في أنقرة لأول مرة منذ 12 عاما، وتركيا تصدر تعليمات مشددة للإخوان الباقين في اسطنبول. مجلة المجلة تنشر نص اتفاق تركيا مع الدبيب الذي يمنح أنقرة وصولاً غير مقيد جواً وبحراً. تحديد هوية مشتبهين باغتيال إمبراطور تهريب البشر في ليبيا والتعرف على المركبة والسلاح المستخدمين. قرر وزير الدفاع الإسرائيلي تمديد العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها وفق وسائل إعلام إسرائيلية. القرار وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية اتخذ بناء على استمرار وصول معلومات استخباراتية بشأن البنية التحتية العسكرية بالمخيم، كما أن الإنذارات المتزايدة في جنوب الضفة قد تدفع باتجاه عملية واسعة هناك في حال تدهور الوضع الأمني عذراً، وذلك وفق إعلام إسرائيلي. من جهتها قالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن الجيش يواجه تهديداً كبيراً في مخيمات شمال الضفة الغربية، وذكرت الصحيفة أن العبوات الناسفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة، مضيفة أن المسلحين يفخخون مباني بعبوات ثقيلة تكبد الجيش خسائر بشرية. ووسط مدينة جنين أطلق الجيش الإسرائيلي النار بكثافة صوب الفلسطينيين، ووفق شهود عيان فإن الجنود كانوا يتخفون بين الركام لاستهداف المواطنين بشكل مباشر. هذا ودهمت القوات الإسرائيلية عددا من المحال التجارية وجرفتها إلى جانب عدة شوارع عند دوار السينما وسط المدينة، كما أكدت بلدية جنين أن ما يقارب من 70% من شوارعها دمرت بشكل كامل إثر تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. كما داهم الجيش الإسرائيلي مخيم الجلزون بالقرب من مدينة رام الله، واعتقل عددا من الفلسطينيين وسط مواجهات عنيفة، واعتقل خلال الليلة الماضية 24 فلسطينيا من قرية بيت سوريك غرب مدينة رام الله. أما في طول كرم، ألحقت العمليات العسكرية الإسرائيلية في يومها الثالث على التوالي بمدينة طول كرم ومخيمها دمارا كبيرا وسط استهداف للبنية التحتية والمحال التجارية.
هذا وروت سيدة فلسطينية قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين بضاحية ذنابة في مدينة طول كرم، وكيف استغل طفلا أو استغل طفلا فلسطينيا درعا بشريا. سلم حالك، كله بدناش نسلم حالنا، بعرف شو انشردوا، شردوا ورا هم ومش عارف شو، احنا من صوت الرصاص شردنا جوا. لما شردنا جوا بعد 3 دقائق كل سلموا حاله، اللي جوا الدار يسلم حاله. طلعنا، طلعت انا اول وحده، بعدين اختي بنت اخوي بنت اولادها، طلعنا برا. لما طلعنا برا يقولوا اقعدوا، قعدوا مسكوا هذا الشاب، قعدوا موتوا من الكتف لهذا الشاب. اخوه الثاني الصغير قالوا له اخذوه دلع بشري، كوبا يقولوا له فوت فوت، خليهم يسلموا حالهم، يشمتوا لهذا الولد يقتلوه، وهذا الولد يفوت، ما يردوا، مش راضين الشباب يسلموا حالهم. الشباب يقولوا احنا بدنا نموت شهداء، بدنا نموت شهداء، الشباب يقولوا. في غزة أفاد مراسل الحدث استهداف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وإطلاق النار في تل الهوى والزيتون في مدينة غزة وسط إطلاق نار من طائرات مسيرة وقصف مدفعي. كما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشمالية والمناطق الشرقية غرب مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. جماعة بيشتغلوا معجنات، مدنيين بيشتغلوا معجنات، ببيعوا معجنات فقط لا غير، والمنطقة ملانة مدنيين، كلها مدنيين، المنطقة مدنيين عباب الفخورة مباشرة. من ضمن الشهداء على أثر الضربة هذا اللي هو ابني. طبعا الجماعة هذول بيعملوا معجنات خبز، يعني فينو خبز كعك وبسكوت ومش عارف، بيعمل معجنات، بيجي 4-5 انفار جوا بيشتغلوا، يعني في 2 بيشتغلوا، يعني حوالي 5 شباب بيشتغلوا عشان يعملوا لهم 30-40 شيكل يصرفوا على البيت، ولا هم مقاومين ولا غيره. احنا يعني انا قاعد هنا منازح، انا نازح وقاعد هنا قاعد ونازح بشوفهم، يعني بس ببيعوا خبز، يعني ببيعوا خبز، ببيعوا معجنات. فجأة واحنا بنحكي ومبسوطين انه بدنا نتغدى، ويعني اجواء بدنا نعمل، فجأة صارت الدنيا سودة وصاروخ وقع في نص الشارع، كتلة لهب شفتها. بعد 3 ثواني استشعرت حالي ولقيت حالي واقع على الأرض، وصديقي مصعب الله يشفيه لقيت واقع فوقي وبصرخ، وأنا ما بقيتش سامع أي حاجة. بطلع على الشارع لقيت كله دم، بنات وأطفال اللي على الشارع، فيش أي حاجة مستعد، فيش أي حاجة بالسوق، الشارع كله مركز إيواء وبسطة توابل وقيمة معجنات. لمتابعة التفاصيل من دير البلح وسط قطاع غزة معنا مراسل الحدث أسامة الكحلوت، ومن جنين معنا أيضا مراسل الحدث فالح نصير. أهلا بكم، سأبدأ معك فالح لتطلعنا على سير التطورات العسكرية الإسرائيلية في جنين وأيضا باقي المدن المجاورة لها، تفضل. لليوم 8 على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد مدينة جنين المحتلة ومخيمها في هذا الاجتياح البري المتواصل، وقد حول المدينة إلى مدينة أشباح والمخيم إلى ثكنة عسكرية محكمة. حركة نزوح مستمرة بعد ضغط الجيش الإسرائيلي على عدد من العائلات وطردها من منازلها من داخل المخيم، واتخاذ هذه المنازل كنقاط للجيش الإسرائيلي الذي حولها لمراكز تحقيق ميداني. اعتقالات بالجملة، والجيش الإسرائيلي يواصل سياسة الانتقال عبر الجدران من منزل إلى منزل، لكن المختلف في هذا اليوم 8 أننا لم نعد نسمع أصوات الانفجارات والاشتباكات المسلحة مثلما كان الأمر والمشهد قبل نحو 3 أيام، لكن حجم الدمار كبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي وآلياته العسكرية في البنية التحتية. بلدية جنين تتحدث عن نحو 70% من البنية التحتية قد دمرت و80% من شبكات المياه. نحن نتواجد الآن في ميدان السينما، واحد من أهم ميادين مدينة جنين، حوله الجيش الإسرائيلي إلى أثر بعد عين، وأكملت وأجهزت الآليات العسكرية الإسرائيلية على ما تبقى من البنية التحتية ودمرت المحال التجارية وكذلك الممتلكات العامة في
مشهد يؤكد بأن المدينة بالفعل هي مدينة منكوبة أمام حجم الخسائر والدمار الكبير على مستوى المدينة، علاوة على أن هناك دمار كبير أيضا في داخل المخيم، لكن المخيم يشهد حصارا محكما لليوم الثامن على التوالي، ولا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه إلا بموافقة الجيش الإسرائيلي الذي يقيد الحركة ويقتصر الأمر على مركبات الإسعاف والتي تخضع أيضا لتفتيش دقيق. المشافي ما تزال محاصرة، شح في المياه النقية الصالحة للشرب وبالأغذية، وكذلك في حليب الأطفال والأدوية الخاصة بالمرضى. في طول كرم تستمر العملية العسكرية لليوم الثالث على التوالي، دمار كبير في البنية التحتية، ضرب لشبكات المياه وقطع للتيار الكهربائي، وتحديدا على المدينة ومخيمها وكذلك على عدد من الأحياء. هاجم الجيش الإسرائيلي ضاحية ذنابة في المدينة وحاصر عددا من المنازل. في مجمل الأوضاع بالضفة الغربية، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة الباب الدوار عبر اعتقالاته اليومية، وقد أعلن النادي الأسير أن الجيش اعتقل الليلة الماضية 30 فلسطيني، في حين اعتقل نحو 180 من داخل مخيم جنين. أما مدينة الخليل فإنها أيضا ترزح تحت حصار محكم بفعل الخناق الذي يتضاعف من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. وفي عدد من مناطق الضفة الغربية وعلى رأسها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، شهد اقتحام لقوات معززة من الجيش الإسرائيلي التي أخضعت العشرات من الشبان لعمليات تحقيق ميداني واعتقلت عددا آخر منهم. الجيش الإسرائيلي أكد أن عمليته العسكرية مستمرة، وتحديدا في منطقة شمال الضفة الغربية حتى بلوغ أهدافها المتمثلة بالقضاء على الخلايا المسلحة والمنشآت التي تعمل على صناعة العبوات الناسفة. لكن الجيش الإسرائيلي يصور بأن المعركة والمنازلة متكافئة ما بين جيشين، بينما الحقيقة تقول إن الخلايا المسلحة في داخل المخيم تتكون من عشرات الشبان في جيل العشرينات يحملون بنادق خفيفة ويشتبكون مع قوات الجيش الإسرائيلي. شكرا فالح. سأنتقل إلى الجانب الآخر في وسط قطاع غزة مع الزميل أسامة الكحلوت ليطلعنا أيضا على سير التطورات داخل القطاع بالتزامن مع استمرار العملية في الضفة الغربية. تفضل أسامة. نعم، قبل قليل الجيش الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة دوار الشيخ زايد في منطقة شمال قطاع غزة، تحديدا في منطقة بيت لاهية. أدى هذا إلى سقوط 6 ضحايا وعدد كبير من الإصابات، نقلوا إلى المستشفى الأندونيسي القريب من هذه المنطقة. غالبا هذه العائلات وهؤلاء الشبان يكونوا يحاولوا التقاط إشارة الإنترنت، لأن هذه المنطقة منطقة تلة مرتفعة في منطقة شمال قطاع غزة، تأخذ إشارة الإنترنت من الشبكات القريبة الإسرائيلية الموجودة في محيط غلاف قطاع غزة، وبالتالي الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن استهداف كل من يحاول التقاط إشارات الإنترنت في هذه المنطقة، خاصة أنهم يكونوا نظام تجمعات التقاط إشارة واحدة ومن ثم يتم توزيع هذه الإشارة لبقية الشبان في المنطقة. وبالتالي سقط قبل قليل 6 ضحايا، نقلوا إلى المستشفى الأندونيسي القريب من هذه المنطقة في منطقة شمال قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار القصف الإسرائيلي المدفعي على منطقة بيت لاهية، تحديدا في منطقة الشمال من مدينة بيت لاهية، بالإضافة لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قلب منطقة حي الزيتون في أقصى منطقة جنوبية لمدينة غزة. الجيش الإسرائيلي توغل في هذه المنطقة، وبحسب تصريحات للجيش بأنه يقوم بعملية واسعة في هذه المنطقة من خلال تدمير المنازل ونصف مربعات سكنية وعملية توغل وصولا إلى منطقة المجمع الإسلامي الموجود في قلب منطقة حي الصبرة. هذا كله وسط قصف مدفع متواصل للسكان في محيط هذه المنطقة، مع العلم أن هذه المنطقة هي منطقة قريبة جدا لمخازن مؤسسات دولية تعمل على توزيع المساعدات على السكان في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة، وبالتالي يسقط أعداد كبيرة من الإصابات والضحايا على مدار الساعة من الذين يحاولوا الحصول على المساعدات من المخازن الموجودة على مقربة من مكان التوغل الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار العملية العسكرية في مدينة رفح أقصى منطقة جنوب قطاع غزة. تم نقل إصابات إلى المستشفى ناصر في مدينة خان يونس. اليوم هو اليوم الأخير، اليوم الرابع للحملة الفلسطينية لتطعيم الأطفال في منطقة وسط قطاع غزة ومدينة دير البلح. ستنتقل الحملة يوم غد إلى مدينة خان يونس، ستكون نقاط التطعيم في منطقة مستشفى ناصر، مستشفى الأمل الذي يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة لباقي النقاط الميدانية الموجودة في منطقة مواصي مدينة خان يونس. أود هنا
الإشارة لأمر هام هو أن الجيش الإسرائيلي خلال التوغل البري في منطقة حي الزيتون في قلب مدينة غزة بدأ بشق شارع جديد ينطلق من منطقة مفترق دولة باتجاه المنطقة الحدودية. والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى يومنا هذا قام بشق عدد كبير من الشوارع التي وصلت سواء كان إلى قلب مدينة غزة أو المنطقة الشمالية. معي هنا الأستاذ حسني مهنا منسق اتحاد بلديات قطاع غزة يحدثنا عن هذه الشوارع التي شقها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب وتأثيرها وأيضا إلى يعني سير عمليات البلديات هنا خاصة وأنه تم استهداف مركبة البلدية يوم أمس وكان هناك سقوط لضحايا. بالفعل يعني الاحتلال الإسرائيلي شق منذ بداية العدوان الإسرائيلي والحرب حرب الإبادة الجماعية التي شنها منذ 7 أكتوبر العديد من الطرق الكبيرة والمحورية في قطاع غزة، منها ما يعرف بمحور نيتساريم الذي يمتد من المنطقة الشرقية إلى شاطئ بحر مدينة غزة ويقع في منتصف القطاع ما بين محافظة غزة والشمال وجنوب قطاع غزة والمنطقة الوسطى. هذا المحور الذي يمتد على طول 7 كيلومترات من المنطقة الشرقية إلى الغربية ويفصل ما بين شمال قطاع غزة ووسط القطاع اليوم هو المحور الرئيسي الأكثر يعني تأثيرا على القطاع نظرا لأنه يفصل كما تحدثنا هذه المناطق ومن خلاله يقوم الجيش الإسرائيلي بفرض حصار مشدد على شمال قطاع غزة ومدينة غزة ويمنع دخول المساعدات والشاحنات إلى القطاع إلا بأعداد محدودة جدا. هذا المحور الذي اقتضم الاحتلال الإسرائيلي من خلاله مئات الدنومات الزراعية وغير معالم المنطقة بشكل كبير جدا، خاصة أننا نتحدث عن منطقة الزيتون ومنطقة الشيخ عجلين ومنطقة مدينة الزهراء. هذه المنطقة جميعها تحتوي على أراضي زراعية هي الأكثر خصوبة في قطاع غزة تقريبا، ويعني تشتهر هذه المناطق بزراعة العنب وهو الذي اليوم نحن نفتقد إليه في ظل موسمه الذي نعيشه اليوم، بالإضافة أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بشق طريق جديد وهو طريق محور فيلادلفيا الذي يمتد على طول محور فيلادلفيا من المنطقة الشرقية إلى شاطئ بحر مدينة غزة في المنطقة الحدودية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة والذي يمتد على طول 14 كيلومترا ويقتضم أيضا هذا المحور على عرضه مئات الدنومات في تلك المنطقة ويؤثر بشكل كبير جدا على حياة السكان هناك خلال السنوات القادمة. اليوم نحن نتحدث أيضا عن محور جديد في منطقة شمال قطاع غزة وهو محور بالقرب من الإدارة المدنية شقه الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترات الماضية. اليوم نتحدث أيضا عن المحور الجديد الذي يتحدث عنه الجيش وتحدث عنه أعمال الجيش على الأرض فيما يتعلق بمحور دولة. أيضا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم البلديات ويحاول منع أعمالها بشكل كبير جدا في خدمة السكان من خلال استهداف الآليات والطواقم في مختلف المناطق. نعم يعني كما تحدث هنا على أن الجيش الإسرائيلي شق خلال هذه الحرب على قطاع غزة 5 طرق رئاسية من ضمنها كان محور فيلادلفيا وحاجز نتساريم، أما البقية هي امتدادات شوارع فرعية من شارع صلاح الدين باتجاه المنطقة الحدودية وهذا قضم مئات وآلاف الدنومات من الأراضي الزراعية الهامة في قطاع غزة. شكرا جزيلا من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا يا أسامة.
كشفت وسائل إعلام سورية أن المباحثات المرتقبة بين دمشق وأنقرة ستتضمن تعديل اتفاق أضنة كصيغة جديدة للتعاون بين البلدين. وذكرت صحيفة الوطن السورية أن جدول أعمال الاجتماع قد يشمل تحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية من سوريا بعد تنفيذ آلية مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن تكون روسيا قد أعدت جدول أعمال اللقاء المرتقب بين الطرفين والذي قد يعقد نهاية سبتمبر الجاري. وقبل أيام كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده اقترحت على تركيا العودة إلى اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهاب من قبل أنقرة، ولكن بالاتفاق مع دمشق. من جهتها رحبت الخارجية التركية بجهود روسيا لاستعادة العلاقات مع دمشق، مؤكدة أن أنقرة ستواصل جهودها لتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع دمشق على أساس مبدأ حسن النية ومن دون شروط مسبقة. لمناقشة هذا الموضوع من دمشق ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. أهلا بك معنا سيد عبد الحميد في برنامج استوديو الحدث. بداية، ما هي بنود التعديل في اتفاقية أضنة، وكيف يمكن أن تعزز من سيطرة الدولة السورية على الشمال السوري؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. قد طرحت هذه الفكرة حقيقة منذ أكثر من سنتين بأن يكون هناك تعديل على اتفاقية أضنة الأمنية التي وقعت في نوفمبر 1998 بين الأزمة السورية التركية في تلك المرحلة، والتي سمحت للقوات التركية وللقوى الأمنية التركية بالدخول بالتنسيق مع الجانب السوري بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية في الشمال لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني. وبالتالي حينما عيد طرح هذه المسألة في منذ حوالي سنتين بشكل عميق، وكان أيضا هذا الطرح من الجانب الروسي، أريد لهذه المسألة أن تكون مسارا لتخفيف حدة التوتر وعلى الأقل بناء أول درجة في سلم التعافي بين الجانبين على مستوى العلاقات رغم كل التعقيدات الموجودة. اليوم الحديث يجري عن أن هذه الاتفاقية ربما الأتراك طالبوا ب30 كيلومترا أو أكثر في الآونة الأخيرة أو خلال السنتين الماضيتين بيكون التعمق في الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب السوري والضمان الروسي أن يكون 30 كيلومترا أو أكثر بقليل، لكن الجانب السوري في تلك المرحلة رفض، وكذلك الجانب الروسي سعى لكي يقلل من حدة المواقف بين الجانبين وبقيت الأمور جامدة. الحديث اليوم يجري عن أن هذه المسألة قد تكون هي عنوانا أساسيا لبناء الثقة مجددا، ولكن أيضا بضمانة الروسية والسماح للجانب التركي في البداية لأي يكون هناك تفاهم على أكثر من 5 كيلومترات قد تصل إلى 10 كيلومترات، ولكن بالتنسيق مع الجانب السوري. طيب، حضرتك تحدثت عن مسافة الانسحاب، كم كيلومتر؟ 10 كيلومترات، ولكن متى ممكن أن يطبق هذا الانسحاب؟ الجدول الزمني متى يبدأ تحديدا؟ وعندما يناقش الجانب التركي في اتفاقية أضنة موضوع آلية مكافحة الإرهاب، الإرهاب لدى تركيا هنا ماذا؟ ماذا عن جبهات النصرة؟ ماذا عن المنطقة المعلقة التي حتى الآن لم يتم البت فيها؟ وأنت تعرف ما أنا أتحدث عن ماذا الآن؟ نعم صحيح، هذا الكلام دقيق، وهذا هو أعتقد بأنه الفتيل الذي يمكن أن ينزع فتنتزع معه المشكلة الكبرى بين سوريا وتركيا، وقد يكون الفتيل الذي يفجر أي مسار للتفاوض. الإرهاب إلى الآن، وهناك بعض الأحاديث التي تسرب عبر بعض الوساط الإعلامية هنا تقول بأن اليوم كل المجريات القائمة بين الجانبين السوري والتركي، والذي اعترف أيضا حتى حزب العدالة والتنمية خلال الساعات 24 الماضية من أن هناك مسارات
أمنية وسياسية وبين وحتى على مستوى دبلوماسي غير عالي تجري بين الجانبين السوري والتركي. يبدو أن الأوساط الإعلامية التي تتحدث هنا عن أن هذه المجريات كلها في هذه المسارات تصب في عملية وضع تفاهم على مسألة الإرهاب. الجانب التركي يقول بأن الإرهاب يتمثل بحزب العمال الكردستاني وقسد الموجودة في شرق الفرات وفي الجزيرة السورية على تخوم الحدود السورية. الجانب السوري يقول بأن الإرهاب أيضا من حقنا أن نكافحه، ويرى بأن فصائل المعارضة المسلحة هي المعنية بذلك، وكذلك جبهة النصرة المصنفة في كل العالم على أنها أيضا منظمة إرهابية. بالتالي اليوم مسألة الانسحاب التركي ربما في ظل هذا المناخ الذي يتبلور رويدا رويدا باتجاه إيجابي إذا صح التعبير، أعتقد بأنه سيضع هذه الفكرة أولا، وربما أيضا يكون مسألة الانسحاب تأتي ختاما لكل مجريات هذه العملية. الانسحاب التركي من الشمال السوري لا يبدو أن الأتراك مصرون على عدم الانسحاب، والجانب السوري بدأ واضحا بأنه قد لين موقفه باتجاه لأجل دفع هذا المسار نحو آفاق. طيب عدم الانسحاب الجانب التركي. طيب عدم الانسحاب، البعض كان يتحدث بأنه سيتم استخدام أو العودة مرة أخرى للجيش السوري الحر الذي تدعمه تركيا وتسلحه، هو من يأخذ دور الدور التركي في يعني منع تمدد حزب العمال الكردستاني أو حرب محاربة الأكراد بدلا من الجيش التركي. على الأقل رسميا الجيش التركي انسحب، هذه نقطة أتمنى منك أن تعلق عليها. النقطة الأخرى أستاذ عبد الحميد، يعني شمال سوريا هو ليس فقط تواجد عسكري تركي بعد عملية غصن الزيتون والعمليات الأخرى التي قامت بها تركيا، ولكن هناك تغيير ديموغرافي، يعني هناك مدارس تدرس باللغة التركية، هناك مباني قامت بإنشائها تركيا أيضا، كيف يتم التعاطي مع ذلك؟ هي تعتبر بأنه ذا هذه المناطق هي جزء من ملكيتها للأراضي التركية. نعم، حقيقة ما طرحته حضرتك بهذا الموضوع ثلاث نقاط جوهرية ورئيسية. أولا الوجود بالنسبة للفصائل المعارضة المسلحة المسمى بالجيش الوطني أو الجيش الحر في الشمال السوري ترعاه وتدربه وتديره تركيا وهم بعشرات الآلاف. فأعتقد بأن هذا الموضوع سيكون له معالجة ولكن متأخرة قليلا بعد الوصول إلى مسألة التفاهم على وجود الخط الفاصل بين الجيشين السوري، الجيش العربي السوري الذي يمثل الدولة السورية وتلك المناطق. وأعتقد أن الجانب التركي لا يمكنه أيضا أن يترك هذه العناصر المسلحة وتكون في مواجهة الجيش السوري، لأن الأمر سيبدو وكأنه بداية حرب. النقطة الجوهرية الأخرى وهي أن هذا التغيير الديموغرافي الذي حصل وكذلك التدريس في هناك جامعات حتى تركية في بعض المناطق السورية التي تسيطر عليها، وكذلك أيضا وجود جبهة النصرة، هذه العناصر أنا أعتقد إذا ما أخذ السياسيون قرارهم وبالتالي تقدمت مصالح الدولتين على كثير من المناكفات، أعتقد بأن حلولها لن تكون معقدة ولكن ستكون شائكة إلى حد ما نظرا للظروف الناشئة. طبعا هو السباق يأتي قبل الانتخابات الأمريكية حتى لا يأتي رئيس جديد ويخلط الأوراق على كل هذه الاتفاقات. شكرا جزيلا من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، شكرا لك. كشفت مجلة المجلة عن بنود مذكرة التفاهم العسكرية بين تركيا والحكومة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وذكرت المجلة أن المذكرة توفر امتيازات وحماية للقوات التركية خلال عملها في ليبيا كتوفير الحصانة القانونية للقوات التركية وحريات عملياتية كبيرة، إضافة لتقدير دعم لوجستي واسع النطاق للقوات التركية من قبل الحكومة الليبية. إذن مشاهدينا، وثائق هامة نشرتها مجلة المجلة لتكشف عن حيثيات الاتفاق الموقع بين حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا. هذه الوثائق أظهرت الامتيازات التي منحت للقوات التركية الموجودة في ليبيا. المجلة ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان تقدم بمذكرة تفاهم إلى البرلمان بشأن وضع قوات بلاده المتمركزة حاليا في ليبيا. وفقا لأحكام مذكرة التفاهم التي نشرتها المجلة، تمنح القوات التركية حصانة قانونية واسعة، إذ أن أي جرائم يرتكبها العسكريون الأتراك خلال أداء مهامهم الرسمية أو ضمن نطاق مسؤولياتهم ستخضع حصريا للقانون التركي. إضافة لذلك توافق حكومة ليبيا
على ضمان تخزين الذخيرة والمواد المتعلقة بمهام القوات التركية في أماكن يتم تحديدها بعد التشاور مع الطرف الليبي، كما أن الحكومة الليبية ستوفر الأمن للمباني والمنشآت المخصصة للقوات التركية بحسب المجلة. ووفقا للمذكرة التي نشرتها المجلة، فيمكن للقوات التركية تركيب أنظمة اتصالات سلكية أو لاسلكية خاصة بها لتتواصل فيها بينها أو مع أنقرة. كما تلتزم ليبيا أيضا بتغطية كافة تكاليف الخدمات الأساسية والمتطلبات اللوجستية في المرافق التي تتبع للقوات التركية، إضافة لتكفل الحكومة الليبية بدفع تكاليف العقود وعمليات الشراء التي ستجريها القوات التركية لتنفيذ مهامها وفقا للمذكرة. وتضمن الاتفاقية أيضا وفقا للمذكرة حريات العمليات الكبيرة للقوات التركية على الأراضي الليبية وصولا غير مقيد إلى المجال الجوي والمياه الليبية. وبحسب المجلة، فإن مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي لمدة عام واحد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إلغاء هذه الاتفاقية. لمناقشة هذا الموضوع من بنغازي ينضم إلينا الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي الدكتور فرج زيدان. أهلا وسهلا بك يا دكتور فرج، معنا في برنامج استوديو الحدث. أريد أن أسألك، يعني هذه الاتفاقية كأنها تمهد بأن الأراضي الليبية ستدخل في حرب، وحكومة الدبيبة تريد أن يكون هناك جيش من قوات الناتو يخوض هذه الحرب. هذا ما ممكن أن نفهمه من هذه الاتفاقية، أنت ما رأيك؟ بداية أمسية طيبة لحضرتك أستاذتي هاني ولكل السادة المشاهدين والمشاهدات. طبعا هي في نهاية الأمر تعتبر هذه الاتفاقية حزمة أخرى مضافة إلى الاتفاقيات الأساسية التي أسست عليها هذه الاتفاقية. نتكلم عن الاتفاقيات التي وقعت عام 2019، وتلاحظين بأنها عبارة عن تحقيق أو آليات، يعني هذه الحزم من الاتفاقيات هي تحقيق لآليات أو إلى أهداف السياسة التوسعية التركية الآن التي تستغل ظروف الاهتزاز والمنطقة التي حصلت ما بعد الربيع العربي. نحن ندرك بأن هناك خلفيات تاريخية يعمل عليها أردوغان وعلى أساسها، وهذا الهدف منها وهو تمزيق اتفاقية أوشيلوزان التي بناء عليها تنازلت تركيا عن ليبيا وعن سوريا وعن العراق وعن أماكن أخرى، بالإضافة إلى منطقة شرق المتوسط التي يسميها الأتراك الآن الوطن الأزرق الكبير. هناك خلفيات تاريخية يعمل عليها. لو عدنا إلى هذه الحزمة الأخرى الآن تؤكد سياسة تركيا البقاء والاحتلال. نحن الآن لم نعد نتكلم عن صيغة وهي دعم وتدريب الجنود الليبيين، هذا عبارة عن غطاء خارجي تستخدمه تركيا والمخابرات التركية للبقاء. أضف إلى ذلك أن تركيا تتحدث، وكما تكلمت حضرتك وأنا أحييك على هذه النقطة الآن، أنها تستخدم رواية أخرى للقول بأن أعمالنا الآن هي لتحقيق مصالح حلف الناتو في مواجهة روسيا، عندما تطلب بتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 بالخروج من ليبيا، فهي تقول للأوروبيين والولايات المتحدة نحن ذراعكم للحفاظ، بينما هي ترقص على الحبال، تذهب أيضا وتتفاهم مع روسيا في هذا الملف وفي غيره من الملفات الأخرى. الآن واضح بأن تركيا الآن تعمل على استمرار البقاء وعلى تحويل طرابلس تحديدا الآن إلى ولاية تركية في شمال أفريقيا أو ولاية تركية لما وراء البحار، وأنا مسؤول عن هذا الكلام الآن. نعم. طب هذا هيخليها تدخل في حرب، من الأطراف اللي ممكن تحارب تركيا في طرابلس؟ لا، هي الآن لن تدخل في حرب مع أحد الآن، الموضوع سيبقى محل خلاف. هي الآن لديها تفاهمات مع إيطاليا، لديها تفاهمات للأسف مع الجزائر أيضا. الآن هناك خلاف الوحيد لها مع من؟ مع اليونان ومع مصر. مع اليونان باعتبار أن ما يسمى بمذكرة ترسيم الحدود البحرية التي تعتبر هذه الحزمة وهذه الاتفاقية التي نتكلم عنها في هذه الحلقة لديها ارتباط شديد بها. نعم. ومن ثم هي أدخلت ليبيا في مناكفة لها في صراع مع اليونان، لأن من ضمن النقاط وهو في هذه المذكرة صلاحية تركيا للولوج إلى المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية الليبية، والتنقيب عن الغاز هو الأساس. إشارة أخرى إلى الجزء يعني أنا آسفة بس هو تنقيب عن الغاز، يعني هي المشكلة كلها اقتصادية الآن، كل المباحثات هي اقتصادية. صحيح.
نعم نعم نعم، هي الآن تستطيع أن تقول هي سياسية بالكامل، جزء منها كبير اقتصادي يتعلق بالنفط ويتعلق بالغاز، وجزء آخر يتعلق بماذا؟ بتوسع تركيا، خاصة وأن تركيا تتكلم عن وجودها في مصراتة ووجودها في طرابلس، وبأن ليبيا بوابة للعبور لها باتجاه أفريقيا، لأن أفريقيا ليبيا كموقع استراتيجي، وهي نقطة مهمة بالإضافة إلى الغاز. الآن أنت تدركين بأن أفريقيا الآن صارت بعد التغييرات وبعد ما حصل الآن من طرد وإبعاد للقوات الفرنسية الآن، ووجود ما يسمى بنظرية الإحلال التي تستخدمها روسيا، تستخدمها تركيا، تستخدمها إيران، تستخدمها أطراف من خارج المنطقة للبقاء، ومن ثم ليبيا هي ترى بأن ليبيا هي منطقة أو شبكة مواصلات باتجاه جغرافيا أعمق. طيب إذا هذا كل هذه الاتفاقية للاستفادة التركية البحتة من القارة الإفريقية ومن الغاز في المتوسط، ما الفائدة التي ستعود على غرب البلاد؟ ما الذي سيستفيدون منه؟ سيكون هناك غير التعزيزات الأمنية اقتصاديا، تنمية، تنشئة، ما الذي سيستفيدون منه؟ صحيح صحيح صحيح، أحييك على هذا السؤال مرة أخرى. المستفيد الوحيد هو آل دبيبة، عبد الحميد دبيبة وأقاربه الآن الذين هم وراء العملية التي تحدث في مصرف ليبيا المركزي ولغير ذلك. عبد الحميد دبيبة الآن يريد البقاء، تركيا الآن تقوم بعملية غير أخلاقية وهي استغلال حالة الضعف، ومن هنا ندخل إلى نقطة أخرى وهي نقطة قانونية وفقا لاتفاقية في فيينا لقانون المعاهدات التي تتكلم على أن من شروط صحة المعاهدات أو الاتفاقيات التي تتم بين الدول هو سلامة إرادة الأطراف المتعاقدة من أي عملية إكراه. الآن تركيا استغلت في السابق فايز السراج عندما وقعت معه مذكرات الدخول والولوج بطريقة عسكرية بعد أن قاب قوسين أو أدنى حكومة السراج من السقوط بسبب عملية طرابلس، هي الآن تستغل في كل مرة جولة أخرى وتدرك ضعف حكومة عبد الحميد دبيبة ورغبة أطراف كثيرة في المجتمع الدولي في إنهاء الانقسام الحالي وخروج عبد الحميد دبيبة، ولذلك هو يرى بأن تحالفه مع تركيا وتقديم الكثير لها، عبد الحميد دبيبة قدم الكثير والكثير في إفراط والتنازل عن البشر وعن الأرض. في السابق كانت هناك تسليم لأبو المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود لا لشيء إلا للتقرب من الولايات المتحدة، ها هو الآن يدخل في اتفاقيات أخرى لا لشيء إلا من أجل البقاء. طيب دكتور فرج، ومن أجل البقاء مستعد لإحراق ليبيا شعبا وأرضا وأموالا. شكرا جزيلا من بنغازي الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي دكتور فرج زيدان. والله كان عندي سؤال بس الوقت انتهى، مرة قادمة إن شاء الله. بعد اغتياله في منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد الماضي عبر استهداف سيارته بوابل من الرصاص، تمكنت السلطات الليبية من تحديد هوية مشتبهين اثنين في واقعة مقتل آمر الكلية البحرية عبد الرحمن ميلاد الملقب بالبيجة، كما تم التعرف على المركبة التي استعملت لتسهيل قدوم الفاعلين إلى مكان القتل عند الطريق الرابط بين طرابلس وبين مدينة الزاوية، وكذلك تم العثور على السلاح المشتبه باستخدامه في اغتيال البيجا الملقب بإمبراطور تهريب البشر في ليبيا والملاحق بتهم انتهاكات بحق المهاجرين. قال بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا الثلاثاء على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوما بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة. بخصوص الأزمة اللي سايرة تبع مصرف ليبيا المركزي مؤثرة علينا نحن بطريقة سلبية، بحيث نحن عندنا حوالات مواعيد دفع معينة في استحقاق لازم ندفعون في وقت معين، المقاصات ما يشتغلنش، فلو في حد بنسلموه في مصرف يقول لك نحن تو الوضع ما يطمئنش انك انت تحول فلوسك، خايفين على ارواحهم حتى هم، فسكر موضوع المقاصة. ولو بنشروا دولار بالمصرف من اول ما صار الموضوع هذا بتاعت الأزمة بتاع المصرف تمت فيه خلل في تحويل النقود، كل يوم نحوله فين بسعر، سعر الصنف موش ثابت، وكل يوم تشري بسعر معين، يعني سعر المصرف زاد وسعر الكاش زاد، فأغلب الطرق الدفع تمت فين شوية مشاكل. الزحمة هي اللي أنا قصدي فترة نعال من البنزين الناقصة، البنزين يعني هذه قصدي مواطن تعب من التشحوير ومن الزحمة ومن المعاناة واللي عاني طبعا المواطن والنافتة حتى كذلك نمر. قصدي الناس نعانوا من الناس من نافتة حتيسة بين الشاحنات يضيودوا
اليومين وفي اللي بالثلاث ايام وفي اليوم نهار هو مشحور في جرة عسب النفط. المفروض قصد الحكومة تدور دور الحل يعني المواطن. والله الوقت الحالي بالنسبة لها سنة او اكثر من سنة بشوية ركود عمري ما شفته بالنسبة لي، كما نحكي عليه اللي وجودي في السوق ووجودي في المحل في التجارة أنا. عمري قصدي بدأت سنة 24 هذه مشكلة غلاء الأسعار وعدم استقرار سوق العملة، قصة حتى ورقة سحب الخمسين هذه حتى أثرت في السوق واجد، وركود بصفة عامة من ناحية حتى قوة شرية، قوة شرية ما فيش بقى قوة شرية في السوق. وفي الوقت الحالي هنا قصة الصراع السياسي اللي صاير تو هذا على المركزي وعليه بصفة عامة أثر زاد أثر على السوق زيادة كبيرة بكرة. بإمكانك أنت تشوف حتى السوق صاير فيه ركود، لا فيش حتى حركة رجل بكرة. في السياق شدد محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير على أنه سيعود إلى عمله حال وقعت الأطراف الليبية اتفاقا لإنهاء أزمة المصرف واستئناف إنتاج النفط، وعبر الكبير عن ثقته بأنه سيكون جزءا من الحل، مشيرا إلى أنه مستعد للعودة إلى العاصمة طرابلس إذا ما تم توقيع اتفاق بين المجتمعين. وكان الكبير قد أعلن سابقا أنه اضطر وموظفين كبار آخرين المصرف المركزي لمغادرة ليبيا حماية لأرواحهم من هجمات محتملة من قبل المسلحين. في إشارة إلى كبار المسؤولين المسجونين من مسؤولي عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون بعدم منح العفو لمن سرقوا المال العام. وكما أكد تبون في اختتام حملته الانتخابية بتجمع شعبي في الجزائر العاصمة ومواصلة المساعي كي تحصل فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة والمشاركة في إعمار غزة متى سنحت الفرصة، داعيا إلى مراجعة هيكلية لمجلس الأمن الدولي بالشكل الذي يسمح لإفريقيا تبوؤ مقاعد دائمة، وإلى إعادة النظر في نظام الجامعة العربية بما يتلائم بمتطلبات العصر. تأتي هذه التصريحات في آخر يوم من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة في 7 سبتمبر الجاري، حيث يتنافس تبون مع مرشح حركة حمص عبد العالي حساني شريف واليساري يوسف أوشيش. ما عندهمش حل من غير يتآمروا على هذه البلاد باش يفجروها من الداخل، مثل ما هم يتآمرون منذ سنوات وسنوات وسنوات وسنوات. مع الأسف كانت في عصابة دخلت معهم في اللعب، سرقوا ثروات هذه البلاد تاع الشعب، بغاو يجوعوا الشعب. أنا ما نتخلاش على فلسطين وما نتخلاش على غزة، وقلتها وزيد نكررها، مجرد ما تتاح لنا الفرصة نعاود بناء غزة إن شاء الله، نشارك في إعادة إعمار غزة، وما ننساش الضفة الغربية اليوم اللي راها اليوم تعاني بنفس المصير اللي عانت به غزة، التقتيل والتهدام غير مقبول. هذا لازم الناس اللي راهم وراء هاد المذابح وهالتصفية الجسدية على الفلسطينيين يفوتوا المحاكم. من العاصمة الجزائرية ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور توفيق بوقعدة. أهلا بك معنا دكتور توفيق. توقيت طرح الرئيس عبد المجيد تبون عن مسألة العفو العام لمن سرقوا المال العام، هل التوقيت جاء مصادفة أم كانت هناك أحاديث خلف الكواليس تذهب في هذا الاتجاه مطالبات بالعفو؟ تحية طيبة لك يا أستاذة ولكل المشاهدين الكرام. أعتقد بأن الحديث عن العصابة وعن ضرورة محاسبة هؤلاء واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج هي ورقة من الأوراق الانتخابية التي عمل الرئيس تبون ومن يمثله خلال الحملة الانتخابية من أجل استقطاب أكثر للناخبين ودعوتهم للمشاركة بشكل واسع في الانتخابات المقبلة. ليست هذه المرة الأولى التي تحدث عنها الرئيس عبد المجيد تبون عن العصابة وعن ما قامت العصابة، وحتى استخدام بعض المفردات التي كان يستخدم
في خطابه الأخير. نعم. هذا كله في تقديره هو من أجل البحث عن شرعية، خاصة أن شرعية الرئيس البوني تستند في شكل كبير منها على محاربة العصابة واسترجاع الأموال المنهوبة من طرفها، وهذا ما تم الحديث عنه في منجزات الرئيس عبد المجيد تبون خلال المرحلة السابقة باسترجاع 30 مليار دولار من أموال العصابة من الداخل، في حين لازالت هناك عوائق كبيرة جدا تقف حائلا دون استرجاع الأموال التي تم تهريبها. الأساس أنه في تقدير أن الرئيس تبوني استعمل في هذه اللحظات الأخيرة كل الأوراق التي يمكن أن يراها بأنها سوف تدعم حظوظه في الفوز بمرحلة ثانية، وكذلك تدفع الجزائريين للمشاركة بقوة في انتخابات 7 من سبتمبر. حجم الأموال المنهوبة 30 مليار في الداخل، وتقريبا مجمل الأموال المنهوبة كم؟ وما هي العوائق التي تمنع من استردادها من الخارج؟ أكيد هذه الإشكالية التي تقع فيها السلطة، أنها لا تعلم إلى حد الآن على وجه التحديد الحجم الحقيقي للأموال التي تم تهريبها إلى الخارج. ما في سجلات؟ حتى ما في سجل، ما في سجل واضح بمجمل المنهوب من الدولة في السنوات السابقة؟ لا يوجد هناك سجل بالنسبة للأموال التي تم تهريبها من طرف العصابة والتي قد تم توزيعها كذلك على الجميع في تلك المرحلة. في تقديري كان مشارك في الفساد من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول في الدولة، بالتالي هم تم حصر الأموال التي تم تأميمها بالنسبة لرجال الأعمال والأعمال البارزين في تلك المرحلة والذين يتابعون في قضايا الفساد، في حين أن الأموال التي تم تهريبها الرئيس ذاته يقول بأنه لا نعلم حجمها، ولا يمكن كذلك في تقدير استرجاعها نتيجة للتلاعبات التي تم تحويل بها هذه الأموال، وكذلك تم وضعها في بنوك أجنبية بأسماء مختلفة، وبالتالي يصعب على العدالة الجزائرية حتى ولو وجدت من يساعدها على الطرف الآخر في الدول الأوروبية تحديدا وحتى ببعض الدول العربية. يبدو أن المسار هو مسار طويل، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه الأموال من أجل إنعاش الخزينة العمومية كما يطرح البعض. في عودة إلى سؤالك، أن هناك نعم بعض الأصوات التي عرفناها في السنوات الماضية التي تطالب بمصالحة مع رجال الأعمال السابقين من خلال استعادة الأموال المنهوبة ثم إطلاق سراحهم، وبالتالي هذه إشارة سياسية من الرئيس تبون بأنه لا يتسامح بأي شكل من الأشكال مع لاهبي المال العام، وأنه سوف يواصل حربه ضد هؤلاء حتى يمكن القضاء على الفساد. وهذه بطبيعة الحال أمنية الرئيس مجيد تبون وأمنية كل الجزائري، لكن يبدو أن الواقع هو أصعب من أن يتم تحقيق مثل هكذا الأشياء. نعم. طيب يعني أين هي الورقة الاقتصادية الجزائرية في وجه الدول الأوروبية لمحاولة استرداد هذه الأموال؟ لماذا لا تفعلها؟ أعتقد أنه الحديث عن العلاقات الاقتصادية الجزائرية هو حديث متشعب، حيث أننا تربطنا علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية عبر اتفاق، لكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يأتي بثمارها على المستوى الجزائري، وهناك دعوات في الفترة الماضية بضرورة مراجعة اتفاق الاتحاد الأوروبي مع الجزائر، ولا تملك الجزائر في تقديري إلى حد الآن ما عدا ورقة الغاز أي شكل من أشكال الضغط على الحكومات الفرنسية، والتي في بعض هذه الدول هناك نوع من الجفاء في علاقتها مع الجزائر، وأذكر دولتين التي يرجح أن أغلب الأموال الموجودة في هاتين الدولتين هي فرنسا وإسبانيا، لا توجد هناك علاقة ودية في هذه المرحلة بينها وبين الجزائر، بالتالي في ما يسعى بعض في ضرورة إرغام الدول الأوروبية بضرورة إعادة الأموال، أعتقد بأن هذه مقاربة مثالية. نعم. ولا يوجد ما يحققها على أرض الواقع. شكرا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور توفيق بوقعدة. انطلق الموسم الدراسي الجديد ببلدة سومي الحدودية مع روسيا على وقع الانفجارات وصفارة الإنذار هذا العام بعد احتدام المعارك مع القوات الروسية هناك. الجامعات بدل التركيز على الأنظمة التعليمية باتت تبحث سبل تأمين الطلاب وإيجاد أماكن كافية لهم في الملاجئ.
هكذا كان المشهد أول أيام العام الدراسي الجديد في سومي، حفل استقبال للطلاب الجدد واحتفال ببداية العام الدراسي، إلا أن الحرب التي باتت في أراضي الاتحاد الروسي غيرت الوضع في الولاية، لتبدأ جامعة سومي الحكومية الدراسة في صمت بنظام مزدوج في وقت تعلو فيه أصوات صافرات الإنذار والانفجارات في الولاية الحدودية مع كورسك الروسية. صحيح أن الغارات الجوية لم تكن لفترات طويلة كما هي الآن، لكنها كانت متكررة. لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان حصولنا على أكبر عدد ممكن من الملاجئ والتأكد من أنه حتى مع انقطاع التيار الكهربائي لدينا الفرصة لإجراء فصول الدراسية عبر الإنترنت. لا تملك الجامعة ملاجئ كافية لكل طلابها، لذلك اعتمدت نظام الدراسة على 3 ورديات في أوقات مختلفة، وذلك للتخصصات التي لا مفر من التدريس العملي فيها. لدينا عدد كبير من الطلاب والملاجئ لا تستطيع استيعاب حتى نصفهم، لذلك نقوم بإعداد جدول زمني مناسب. ستكون هناك 3 ورديات في العملية التعليمية، بحيث يحضر بعض الطلاب على الأقل كل 2 أو 3 مرات في الأسبوع للدراسة العملية التي لا يمكن إجراؤها عن بعد. بعض الطلاب ما زالوا يقيمون في سومي، وبعضهم نزح إلى مناطق أكثر أمناً، وبعضهم أصبح لاجئاً خارج حدود البلاد، إلا أن الجامعة وفرت لهم نظام دراسة يمكنهم من الاستمرار في تلقي التعليم عن بعد. لدينا منصة تسهل العمل في أي تخصص. صحيح نحتاج في هذه المادة أن يكون هناك حوار، لكنني أعتقد أننا سنعود إلى النظام الذي اتبعناه في عامكم الأول. يوليا، من فضلك أخبريني أنت في سومي الآن، ما هو شعورك حيال ذلك؟ كيف تستطيعين توفيق أوضاعك وما هي المشاكل التي تواجهك؟ مشاكل انقطاع الكهرباء والمشاكل المتعلقة بالقلق بسبب الغارات الجوية، لا شيء آخر. على الرغم من بداية العام الدراسي الجديد، إلا أن الجامعة كما تشاهدون خاوية. عادت الدراسة بنظام مزدوج، يدرس الطلاب عن بعد ويحضرون أحيانا لحضور بعض المحاضرات، إلا أنهم يحضرون على 3 دفعات في أوقات مختلفة كي تتسع الملاجئ لهم في حال حدوث هجوم جوي، الأمر الذي يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة في ولاية السومي. حذيفة عادل، لقناة العربية والحدث، جامعة السومي الحكومية، سومي. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. دوما الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، تابعوها وتفاعلوا معها. في أمان الله.